صاير رياضي مالنا عرفاني. شهدي بالله. وعك وعك. كريم بدي احكي معك بموضوع. ايه اللي شو؟ مشان صوت الجمعيه. اختي انا هلا يعني الشغل شوي دائر عندي، عرفتي كيف؟ ادفعي انت وانا بعدين بعطيك. اصلا انا هذا اللي جاي اقول لك اياه، انا دفعتهم كلهم. منين دفعتي انت؟ من المقدم اللي اعطاني اياه ماهر، قلت له انه علي ديون من وقت مرضت ابي، ووفيتهم من اللي اعطيتني اياه. يا الله. شباب. ما كان لازم تقولي له، لا كان لازم تاخذي من 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 مقدمك وتدفعي اختي. قلت لك انا فتره وبتنحل يعني، بعدين انا ماني مقصر دافع شهر لقدام. والله بعرف تقبرني، يعني انت ما تتحسس. بعدين ماهر طلع ابن حلال ما حكى شيء، بالعكس الرجال قال لي اللي ما في خير لاهله ما في خير لحدا. انا هدول يعني المصاري دين علي، عرفتي كيف؟ انا ما برضى هيك اختي. بعدين ان شاء الله قبل ما تتجوز يعني بكون موفيك اياه. لا تاكل هم. صحيح في شيء ثاني بدي اقول لك اياه. شو؟ يعني انا وماهر قربنا موعد الزواج، قلنا لحالنا ما له طعمه انه ناخر وهو جاهز من مجاميعه، يعني ان شاء الله بالصيف بنتجوز. انا اختي ما بديش يعني، بدي اياك تكوني مرتاحه بس يعني، عرفت علي هيك؟ ولا يهمك، ان شاء الله حكون مرتاحه. دخلك ورجيني صار عندك عضلات؟ عضلات؟ ايه شوفي. بحبوها لهالمناظر، يعني بتخليهم شوي فضوليين. وهي شاب مفقود عمره 15 سنة، حتى لا ترجمة بالانجليزي. جنبها الطاووس، يا سلام. كله بيوقف مثل الصنم. هنروح نشوف الثقافة. الثقافة منتشرة على البسطات. هيا اللقطة بخمس ليرات. روايات، شعر، قصص، مسرحيات، كتب علمية، ثقافية، فلسفية. على شو رايح بيدرس السينما؟ صارت السينما عش من الحمام.